دعت المملكة الأردنية بالتنسيق مع الأشقاء في دولة فلسطين ومصر بصفتها رئيس الدورة العادية 159 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزري إلى اجتماع طارئ لجامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين على ضوء التطورات التي يشهدها المسجد الأقصى المبارك. أكدت وزارة الخارجية الأردنية استمرار التحرك وعلى المستوى العربي ضمن سلسلة الإجراءات والاتصالات والتنسيق الذي تقوم به المملكة لوقف الاعتداءات الإسرائيلية التي تعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني وتصرفا مرفوضا ومدانا يستهدف تغيير الوضع التاريخي والقانوني في القدس ومقدساتها. ويؤكد الأردن وبالتنسيق مع الأشقاء العرب على اتخاذ جميع الخطوات والإجراءات التي من شأنها وقف هذا التصعيد الإسرائيلي الخطير والتحذير من مغبته وتحميل إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال المسؤولية الكاملة على تبعاته التي تهدد الأمن والسلم في المنطقة.